بكم. التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل رئيس شركة تيدا الصينية والإفريقية والوفد المرافق له بحضور وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال اللقاء قدم الجانب الصيني تصورا مبدئيا لإقامة مشروع متكامل للغزل والنسيج بما يخدم احتياجات السوق المحلية والتصدير، وذلك بعد إعراب المستثمرين عن رغبتهم في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى مصر في مجال المنسوجات ومن السمعة الدولية المتميزة للقطن المصري. من جانبه ثمن رئيس الوزراء تطلع الشركة لضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة هذا المشروع المهم، موجها بسرعة بحث احتياجات هذا المشروع ودراسته بشكل مفصل.